قبل ما نصور هذه الحلقة نط لبست تيشورتة مزيانة، لبست سنسلة، لبست خاتم، لبست مكانة ديالي اللي تتعجبني، مسحت النظار، لبست نظار مزيانين، حاولت نقد الحياة ديالي، حاولت نبان مزيان باش نبهر الناس، ماشي ليا لأنني كنت مرتاح وأنا بيجامة ديال الدار، ولكن حاولت نبهر الناس، وهذا أمر عادي جدا لأننا احنا كاملين تنبغيو نبهروا الآخرين ونبانوا في أحسن حلة. وهذه القضية دات لي 30 دقيقة في المجمل كامل، 30 دقيقة ما بين المصلوح والمقدة، ولكن باش نصور هذه الحلقة ونصالح مع الداخل ديالي تتاخذ لي 3-4 ديال السوايع، لأنني مزيان نبهر الناس بالمنظر الخارجي ديالي، ولكن نبغي نبهرهم بالنقاء الداخلي ديالي. وباش تبهر الناس بالنقاء الداخلي ديالك هو أنك خصك تبين العيوب ديالك عكس الحوايج اللي خصك تبين أحسن ما كاين في الحوايج. فلجينا نتخاطبوا مع بعضياتنا وتنبغيو نبينوا للناس أحسن ما عندنا الداخل، أحسن ما عندنا البرة، فنتنوليو ناس مزورين ومزيفين. يعني لابغيتي تبان نقي من الداخل خصك تصالح مع راسك بزاف باش قد تعترف أنك تتغلط أو لخطأتي أو لدرتي أو لدرتي، ما فيها بس تعنى براسك ودير شوية دريحة مزيان. وهذا ظني بالأمور وأكثر الظن إثم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نبدأ الحلقة ديال اليوم وندير الدخلة ديال الصواب اللي موالف تندير، بغيت نقول لكم أنني تنقرأ أكثر التعاليق، ماشي كلها ولكن دحت داكشي بزاف، وأنا كنت عيت بصراحة لأن احنا إكيب خدامين ما بين المونتاج والتصوير والكتابة، وكنا عينا في واحد الوقيتة وقررنا أننا نديرو حلقة كل يومين لأن طاح علينا الدرك بزاف وما كناش متوقعين أن هذا الكونسيبت يلقى نجاح، وأننا نبغيو نهزو لابار كل مرة ونقيو شحال مرة. ولكن كل مرة تنقرأ التعاليق ديالكم تنعرف بأنه تطلق الطاقة الإيجابية تجيك طاقة إيجابية. تنشكركم بزاف، ربما تأثرت شوية دابا داكشي علاش تنتمتم في الهضرة، و بزاف الحب لكم لكنا ولكم الدراري. ما تعرفوش قداش ان لي ميساج ديالكم تعاليق الميساج، واخا ما تنقدش نجاوب على كل شيء، تيخلقوا لي واحد النوع ديال الفرح، وانا ممتن بزاف وتنتمنى ما نخذلكمش. اول مره في حياتي حسيت بهذا، حسيت انني نجحت. شوف شحال من عام درت شحال من حاجه، مي في الصراحه من أول مرة حسيت تنحس أنني تنجح. سمحوا لي غلبتني شوية العواطف، راك عارفين رمضان شهر تكون فيه العواطف كثيرة، السلبية والإيجابية هذه إيجابية، فأنا تنشكركم بزاف. هذا الشيء اللي نقدر نقول لكم، ما نقدر نقول لكم تشي لعبة واحدة أخرى. ربما الكليك ماشي بالالاف او الملايين، ولكن هذاك شويه قادني وبزاف، وتنحس بانه وقود غيساعدني بانني نزيد في هذه الايام اللي تتسناني. شكرا لكم بزاف. مساء النور والانوار. الحلقه اللي فاتت كنا حبسنا أندوي لكم على الألبوم ديالي بيت النار، هتلقاوه في الديسكريبسيون وغتلقاوه الفوق هنايا اللي بغيت تسنتلو في سبوتيفاي. خلينا في الحلقة الأخرى في علاقتي مع أمينوفيس ومع مصطفى ماجيستيكون، يعني هنا كنت باقي ما درت ألبوم بيت النار. ألبوم بيت النار هو هاد المرحلة اللي جاية، جوج ولا ثلاثة ديال الحوايج اللي طراو بدلوا لي الأمور في حياتي. أول حاجة هي القصة الحب اللي كنت فيها اللي عودت لكم عليها، يعني عطتني واحد شحنة عاطفية. ثاني حاجة هو مصطفى ماجيستيكون كان توفالو الأب ديالو، وكان ما مستعدش نفسانيا لتقبل الوفاة نظرا للسن ديالو الصغير، والأب ديالو توفى الله يرحمه وهو صغير شوية، فكان قاطع الناس، وكانت واحد الأمور شخصية في حياته ما نقدش نعاودها ياك، ولكن باختصار التزم لدين الله، بدأت يصلي وكالتزم شوية قاصح.
فاختل في حياتي بعد على الناس وعلاقتنا هنايا الأول مرة منذ سنين ما غتبقاش وطيدة لأنه غيمشي في واحد أمشي في واحد الاتجاه. أنا حسيت بواحد الخوة هنايا لأنني لقيت راسي بوحدي، ولكن الاستوديو اللي قلت لكم كان في السطح كنت بنيته، فبدأ تيجي بعباد الله وتيسجل. ف 2004-2005 هذيك الساعة تنسجل الناس، وكما قلت لكم العلاقة كاينة هنايا، وبديت تندير دي فيتورينغ مع عباد الله. فيتورينغ الناس اللي ما تعرفش هذه الكلمة هي متى دير ديو، تيجي شي واحد يقول لك غني معايا ومن طون تنصوب الموسيقى في نفس الوقت. هنايا كان البيك في 2005 على ما أظن كان يوجد الألبوم ديالو مغاربة الموت، والبيك وكنت لقيت معه عند الشايلر واحد الامسي سميتو الشايلر، هو اللي كان يجمع الروابط ديال سلا والرباط، وتادا ندويو عليه بإسهاب مرة واحدة أخرى. مهم تلاقينا غنخدم معاه أغنية مغاربة الموت اللي تلقاوها الفوق، هي الموسيقى ديالي والميكساج والخدمة ديالها ديال التوفيق البيك وديال الفان. مغاربة الموت أفيلو الساخوية نورس بيتم قوي يوفان كنشوف. فهنا هاد الحلقة نعود رجع لها بإسهاب وعلاقتي مع الفان دي جي فان وعلاقتي مع البيك حلقات. لربما هذا الكونسيبت نتمنى ما يساليش، نبقى نعود لكم التفاصيل المميزة على كل أشخاص. حنت لقيت بزاف ديال الفنانات زينة الدودية إيكو البيك وأذكر ورحم أحمد سلطان، تلقيت معه بزاف، وربما كنت محظوظ أنا تلقيت مع ممثلين عزيز داداس عبد الله ديدان، وعبد الله ديدان عندي معه قصة طويلة لتنعتبره تاني أخ كبير ديالي من بعد محمد رزقي. فبدأ الصوت ديالي أو لا موسيقى ديالي تتخذ واحد شوية ديال الإشهار بالفيتورينغات، وما بين داك ديسك اللي صوبت ودرت الديسك بزاف ديال الناس، ولكن الستيلو ديالي كان فيه مشكلة. حنت أنا يا تنكتب واحد طريقة غريبة ما عرفتش علاش، أنا كي أنا كي فيديواتي كي موسيقتي، وعزيز علي شوية الطنز مع سلاوة وعزيز علي شوية ديال الضحك، وكنتش لاقي داك الوسط داك أنا اللي تنقلب عليه. واحد النهار جا عندي أنوار السيف، تا واحد الرابر من أطيب خلق الله، ما عرفتش فين هو دابا، لربما في المغرب أو لا برا، واش باقي تيرابي ولا لا، تتقلبوا عليه ولا اللي عنده شي خبر يخلي ليا في الكومنتيرات أنايا. فقري غندير معاك فيتورينغ، واش دير معايا فيتورينغ دير أنا، المهم اتفقنا. هو جاب واحد الموسيقى وانا كتبت واحد الكوبليه، كتبت واحد الجمل، دوك الجمل اللي كتبتهم مع انوار ستيف ملي ساليت وسمعت ليهم تما لقيت ستيل ديالي. فجاه في ديك الكوبليه كانت كوبليه ملحميه وهي ديال الديسك اغنيه بيت النار. يا هكا ديما نور ساو داي شو ولاد الطومين ناس عبد الحروف ها سيركم والسيني ديما كلاسيك يباني بان الدم لرافك ويني يوم هوا بان بلانو. فحيدتها من الفيتورينغ مع أنوار السيف ودرتها في الديسك ديالي، كانت شوية ديال الخشونة، ما هذا حقيت ندير حق فني لأنني عاود كتبت كوبلية واحدة أخرى لأنني لقيت ستيل، وأول مرة لقيت ستيل. وملي لقيت كيفاش ندير نكتب وتسرح ليا ستيلو واحد شي شويه، فدرت الموسيقى اللي عندي اللي كنت ديك الساعه بديتها في 2005 2006، بديت الموسيقى ديالي بديت ترجع ليها. فاكتشفت على انها كانت واحد الوسيله نفرغ على ذاك الكبت الاسري اللي كان عندي وذاك الحرمان والمعاناه السوفرونس، تنعاني كنت نجلس في الدار تنحس بالمعاناه تمارا. وهادشي ما تنساوش انا ما حابلش البني دابا راه في الدير واد البني ماشي انت في الاول ديالو تمارا الكحله. وهادشي الناس اللي تيبغيو يحققوا ذاتهم وتيتشكاو فركو تنمشي السبعه الصباح راني في الشانطي تنخدم الربعه الخمسه تندخل حيت كنا تنخدموا بالعطش والعطش هي الاطاش تنخدموا بالعطش يعني ما تتوقفش تتغدى تبقى خدام من السبعه حتى لديك الثلاثه تتسالي نهارك الاطاش تنجي تندوش تخصني عاوتاني نتلاقى مع الدرية واحد شي شوية وموراها ندخل نكتب ويجيو الدراري نسجلو. المهم كنت تنخدم 14 ساعة في النهار على العموم ما بين حياتي والستوديو وتمارا
ونعس بعد سوايع ولا ستة وكنت ضعيف بزاف، كنت رقوق. فاكتشفت أنني ممكن نخوي المعاناة ديالي، وهذا الشيء كاين في ديسك ديالو من دار لدار، ومن دار لدار إلا سمعتوا له أنا نخلي لكم الرابط الفوق وتنتمنى تسمعوا له، غتفهموا بالضبط ملي خرجت من الدار شنو طرا ليا. حتى شي كتبتوش حالة دي اليوميات ديالي كان ورا البوم ديالي، وديك اللمسة ديال لاموغ اللي كانت في حياتي، حتى كنت نبغي، كنت أثرات عليا حتى في واحد شوية ديال الدياسك، ما بقاش داك العنف اللفظي وداك، ولات واحد شوية ديال الرخاء. فسيدي كملت أنا في 2006 كملت الألبوم باختصار، فاتصلت بعباد الله على ود فيتشورينغ يديروا معايا غنيوا معايا، فكان حتى شي واحد ما فهمش علاش انه ما بغاش يصوب معايا في الألبوم، لا داعي لديك الاسماء، ولكن اتصلت بزاف الاسماء مغربيه، ربما كنت غريب وكان عندي واحد ستيل غريب ولا الله اعلم شنو كان. كنت نقلب على ايديتور على شي واحد يدير لي الاصدار ديال الألبوم، حيت سمعت ان الناس تتسيني والى اخره، فما لقيتش وما لقيتش لي صوب ليا لافيش. ها حنا نرجعوا لامينوفيس، فصيفط كتبت الامينوفيس قلت له عافاك راه ما عارفش ندير افيش، قال لي صيفط لي تصويرتك. قلت له كيفاش؟ قال لي سير تصور. فعلا تصور ما كانوش بحال دابا، ما عندكش كيدير، فمشيت للاستوديو التصوير ديال الحومه، تصوير عادي جدا، ديت معايا واحد جوج لبسات، سلفت واحد السبر ديال مع عند واحد صاحبي، واحد جاكيطه مع عند واحد الدري واحد اخر كان سميتو يا سيد السعيدي، ناري ناري شنو تفكرت. يا سيد السعيدي قيصة، يا سيد السعيدي فينومين. ناري وفينومين غزبون تفكرتو دابا، خصني النوطين عاود لكم على هاد الشخصية. المهم رغبتو عطاني واحد القبية، تسلفت واحد السبر ديالها، مشيت للستوديو تصورت فعطيت له عطيت الامينوفيس صوب ليا البوشيت ديال الالبوم ديالي. وفي هذه الوقيته مع بديت تنتعرفوا داكشي راه ولات عندي علاقه مع موبي ديك اللي غيولي من بعد داكشي صديق حميم. داكشي علاش قلت لكم دابا في الدروس النوراسيه غندوز مرور الكرام بزاف د المحطات، وان شاء الله الا بغيتوا ورا رمضان صعيب يكون عليا فيديو في النهار، ولكن نكمل لكم كل حاجه بلي ديطاي، علاقتي مع هذا، علاقتي مع هذا، علاقتي مع هذا. فموبي ديك توا قلت له تصوب ليا، قال لي على الراس والعين. تصورت بواحد اللعبه بالابيض، وديك الساعه بديت تنغلط شي شويه، كنت شربت واحد السيرو ديال فتح الشهيه، ولكن ما عرفتش هو ديالاش، واش ديك الكحبه ولا ما نعرف. المهم تمشي للفارماسيان عنده واحد السميه، بديت تنشربو، وليت تناكل بزاف والنعس بزاف ونصبح مغير، وبديت تنغلط. فعلا البوم بيت النار تصوبت له البوستيره، غير هو ما لقيتش كليه ديال لي ليديتور. فداك العام كان البولفار. البولفار ديال 2007 تنظن، دفعت للمسابقة ديال البولفار، دفعت ليه عادي، قلت لهم بغيت نشارك وداك الشيء. كان في اللجنة تنظن يوسف من راب تيفيست اللي قلت لكم ندوي لكم عليه، وكان دي جي كاي، كانوا شي جوج نماذج ولا ثلاثة. ومومود البولفار ما تيكونش في اللجنة أجل أصلا، واتصلوا بيا قالوا لي ما يمكنناش ندوزوك في المسابقة لأن النيفو ديال الألبوم ما يسمحش لينا، النيفو طالع على الدراري بزاف، بحال تقول أنت أصلا داخل بقى جاي تربح وصافي. فأنا كان بقى في الحال شوية ما نكذبش عليكم، قلت لهم اللي بغيت نشارك، فلقاو معايا توافق، وهو غيطلعوني في لاسين البولفار. كانت عندي واحد الفيديو ديالها ما عرفت فين، وانا نحاول نقلب عليه مشى ليا واحد ديسك دير تحرق ليا، طلعوني فلاس، قالوا لي نطلعوك في الشرفيه، وكان اللي تيربح البولفار تيدي شي جوج المليون. وديك الفلاس اللي عيطوني في ام بي تي عندي فيها 5000 درهم، وبنادم ما عندوش اصاحبي، عرفتي تقول له لا ما غتربحش جوج المليون، ولكن اطلع نعرضوك 5000 درهم وصافي، ما عندي ما ندير، مضطر أخاك لا بطل. هنا في باقي ما جدك الحقبة ديال الإيماج فاكتوري، طلعت كانت واحد اللابل سميتها كليك ريكوردز، كانت فيها مصطفى فلو تنظن، وبروبوزيت عليهم الألبوم. طلعت عندها إلام جي، تاوة تلقيت معاه قلست أنا وياه، إلام جي قال لي أنا خدم معك هاد ديسك واحد خصنا نعاودو نخدموه،
وانا ديك الساعه ما عارفش تسحب لي اياها، وانا رفضت، قلت يلا البوم يا بلاش كله ندخل على الباكيج، لانه ما عندناش ستار سيستم، ما عندناش نظام، والراب كان باقي خضر. حنا الموجه الثانيه ورا الموجه ديال السنسله في الرباط، الموجه وراها ورا شي دراري في كازات ومسبقونا، ولكن ما كناش مديكالين، كان تي واحد 4-5 سنين بيناتنا، يعني ما كانش شي تجربه، قليل اللي كانوا تيسينيو، وكان ديك الموسيقى عبيطه. فرفضت انا العرض ديالو، ويا ليتني ما فعلت، لانه كان ديك الساعه خارج في القرعه ديال كوكا كان حل واحد استوديو واحد لابيل في كازا، وكان دار مع محمد درهم فيتورينغ. اي 2006 و7 و8 و9 والترا كانت نايضه في المغرب، ونيت كانت موفمون نايضه، كانت نايضه ديال بصح. فخرج البيج البوم مغاربه الموت، وانا وكان دار في راب تيفيست سيت راب تيفيست، وانا خرجت انا هضرت مع يوسف فدوز لي الالبوم ديالي في سيت راب تيفيست. خرج ديك الساعه الالبوم، وسمعت الخبر كاين واحد الدري سميتو يونس الملقب بالجن، كاين في واحد القنت، وقال لي تيرابي مزيان. كانت في ليميس ان ديك الساعه صيفطوا لي واحد الموسيقى ديالو في سكيروك عرفتي تبن حجري دابا تبن ديناصور قديمه. صيفطوا لي، اتصلت به، وهنا غتبدا المرحله ديال المجد ديالي. ونخليكم في الحلقه ديال غدا ان شاء الله لنكمل لكم على هاد النقطه. قبل ما ننسى هاد الحلقه عندي لكم سؤال، شنو هي الهوايه اللي كانت عندك او النعمه اللي عطاك الله، سواء في الحرفه أولا في الميادين الفنية أولا الميادين الدراسية؟ والسؤال الثاني، واش قاتلتي فعلا على داك الشيء اللي تتبغي؟ ما تنهضرش على الناس، ما تنهضر على الموهبة اللي عندك انت، هي موسيقى، رسم، نحت، تحداديت، الحلاقة، طبخ، عطى الله الميادين، واش ملي حسيتي براسك موهوب قاتلتي على الحلم ديالك والموهبة ديالك؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، واش منخرط في القناة؟ هل تنخرط في القناة؟ انخرط وخليوا النجم وكومنتير والسبسكرايبس، ما تنساو السبسكرايبس، واللي صححارة ما تعرف شنو معنية الضحك. انخرط 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 انخرط